دلوقتي هناخد كده جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ جولتنا طبعا بما أن الناس بدأت تنزل الشغل بعد أجازة العيد، يا ريت تتعرفوا على الأماكن اللي فيها زحمة والأماكن اللي فيها سيولة. هنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، كمان ظهر السيولة المرورية في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعة وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش كده تعالوا نبص عليه، من المظلات لمنطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس. نروح مع بعض لمحافظة الجيزة، هنلاقي إن في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وده بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وكمان على كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وكمان عند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة. ظهرت بعض الكثافات المرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني نقدر نقول إن معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الشوارع المغلقة بسبب أعمال التطوير. محافظة الإسماعيلية هنلاقي فيها إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير المركبات. على الكورنيش هنلاقي إن فيه سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية هنلاقي إن فيه سيولة مرورية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ولو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده لسه في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى. الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق متفرقه من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد. زي ما اشرنا درجه الحراره في القاهره النهارده 39، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 45، واقل درجه حراره في مطروح 31 درجه. معنا تفاصيل اكتر عن حاله الجو بس بعد شويه.